ليس للتوبة توقيت زماني ولا مكان إلا في حالتين كما سيأتي. فالتوبة بابها مفتوح، التوبة ليس لها توقيت زماني ولا توقيت مكان، يعني ليس لها توقيت زماني والله ما يتوب إلا بعد غروب الشمس أو إلا بعد طلوع الشمس، ما عندنا هذا. ولذلك جميع الوقت محل للتوبة وزمان للتوبة، والمكان أيضا تتوب إلى الله عز وجل في كل مكان، إن كنت في الطائرة ولا في القطار ولا في الباخرة ولا في بيتك ولا في أي محل. التوبة ليس لها توقيت مكاني ولا زمان، وإنما تنقطع التوبة في حالتين. الحالة الأولى كما سيأتي شرحه عندما تصل الروح الغرغرة، عندما تغرغر الروح، والغرغرة هو المحل الذي إذا تغرغر الإنسان فيه يصدر صوتا، هنا الروح تتحشرج وتصل إلى هذا المكان، ولذلك يعاين الإنسان الجنة والنار. فإذا تاب لا تقبل توبته، لماذا؟ لانتهاء وقتها، هذا ليس وقت للتوبة، لأنه عاين الآن ورأى الجنة ورأى النار ورأى ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ولذلك يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر بروح. الحالة الثانية جاء في هذا الحديث حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها، وهذا يدل على تغير العالم العلوي، وهي آخر علامات الساعة العلوية، لأن علامات الساعة الكبرى على نوعين علوية وسفلية. آخر العلامات العلوية هي طلوع الشمس من مغربها، وهذا مؤذن بتغير العالم وذهاب الكون. ولذلك إذا خرجت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، نسأل الله السلامة لنا ولكم. لأن الناس إذا رأوا الشمس قد ظهرت وخرجت من المغرب الجميع أصبحوا على يقين، المسلم والكافر، المؤمن والمنافق، كل يقول هذا يوم الدين. ولذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بمزيد توضيح وبيان، بأن هذه العلامة إنما هي طلوع الشمس من المغرب.